بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إخواني أخواتي، إن شاء الله اليوم ندير الكوريجي ديال 2017 الدورة العادية من مسلك الصيانة الصناعية، دونك باك برو مينتونونس اندستريال. دونك من بعد ما درنا لا سيسيون ديال 2019 و 2018 بالبرينسيبال و راتراباج ديالها، اليوم جا الدور ديال 2017 إن شاء الله برينسيبال. دونك هنايا كما كتشوفوا عندنا لي كاستيون، ان شاء الله يكونوا عندنا من كاستيون نيميرو 1 حتى الكاستيون نيميرو 29. دونك نقراو لو سوجي نشوفوا واش فيه. دونك هنايا انتروديكسيون، عندنا ان بون غولون ايت ان اباريج دو لوفاج بيرميتون دو سولوفي اي ديبلاسي دي شارج. دونك هذا سي ان بالون، بالون اللي تيهز لينا لي شارج، تيطلع ويهبط وتمشي على اليمين ويمشي على اليسار. دونك هنا في لا ديسكريبسيون ديالو، الي كونستيتي دو دو موتور. عندنا لو موتور ام 1، سي ان موتور لي تديبلاسا فير لا دروات ولا غوش، وعندنا ان كروشي لي كربطو فيه لصقو فيه ديك لا شارج لي ثقيله. واش كنديرو هنا بواسطة ان موتور ام 2 كنديرو اش لا مونتي ولا ديسونت. فوالا، وباش نحبسو لا طلعنا لا مونتي او لا ديسونت، راه عندنا دي ليميت. لهذا عندنا فان دو كورس با وفان دو كورس هو، تي هادو خاصين بالطلوع والهبوط، خاصين بالطلوع والهبوط. فان دو كورس دروات فان دو كورس غوش خاصين تي ليميتيو ليا يعني ديبلاسمون دروا مع ديبلاسمون غوش. فوالا، دونك عندنا باش كنتحكمو، كنتحكمو بواسطه دي بوتون بوسوار. ان بوتون بوسوار pour déplacer. Donc on a action maintenir, ce sont des boutons poussoir, mais qu'on dirige un maintien. On a le bouton poussoir, on a de la droite, on a de la gauche, on a de le haut, on a de le bas, et on a de la boîte. Voilà, donc on a un bouton là, parce qu'on va le travailler dans l'automatique. Les choix que l'on a, c'est l'automatique ou le manuel. Voilà, donc on a بالنسبة للكوميتاتور عندنا 3 بوزيسيون. الاوتوماتيك كتخدم فيه الاوتومات بروغرامابل، والمانيوال تيخدمو فيه هاد لي بوتون بوسوار اللي قلنا، بوتون بوسوار ديال لا دروا ديال الكوش ديال البا ديال الهو. وعندنا بوزيسيون اري ما تخدم لا اوتومات ولا بوتون، حتى شي حاجه ما خدامه. فوالا، دونك هنا غادي نشوفو ان شيما سينوبتيك اللي كتشرح هاد المساله. دونك هنا عندنا تيدار ان سيكل اون ال نورمالمون. عندنا البوزيسيون نيميرو 1 هي اللي كتشوفوها، البوزيسيون 2 هي هادي، البوزيسيون 3 هي هادي. اذا دابا المساله عندنا دوك لي بوطون دو كوموند ديال الطلوع، دوك ديال الطلوع ديال الهبوط، ديال لا غوش ديال لا دروات، وهذا ديال يعني بوغ سيليكسيوني واش نديرو الاري ولا الاوتوماتيك ولا المانيال. وين الا درنا في الاوتوماتيك اش خاصنا نديرو؟ كنوركو هاد البوطون بوسوار ام اوتو. دونك اش يطرا هنايا؟ يعني اما لا شارج، هي هادي لا شارج غنبغيو نحطوها في هاد البلاصة هنايا. اذا باش كنورك على البوطون بوسوار مثلا ديال المونتي راه تيطلع، ديسون تهبط، دروات تمشي على اليمين، غوش تمشي على اليسار. فوالا، دونك هنا عندنا هاد لو شاريو اللي فيه الكروشي، يعني عندنا موتور تيدير ديبلاسمون دروات غوش، وموتور تيدير لا مونتي اي لا ديسون. فوالا، دونك هنايا لي ليميت فان دو كورس غوش، فان دو كورس دروات، لي ليميت طلوع الهبوط عندنا فان دو كورس هو، فان دو كورس با. دونك هنا المسألة راه ولات باينة في الفونكسيونمون ديالنا، يمكن لكم تقراو بوحدكم. دونك هنا لابارتي ان هي ليتيود دي موتور ام ان دو ديبلاسمون دو شاريو. دونك هنايا هاد لو موتور ام ان دو بون غولون ايت ان موتور اسينكرون تريفازي اكاج دي كوري اي بوسيد لي كاركتيريستيك سويفون. فوالا، دونك سي ان موتور لي هو تريفازي، تخدم بافريكان فريكونس اف ديال 50 هرتز. دونك هنايا يمكن لينا نديرو ليه الكوبلاج 230 فولت ويستهلك لينا التيار ديال 11 امبير، اولا الكوبلاج ايطوال ويستهلك لينا 6.5 امبير، وانما الكوبلاج تريونغل تيدار الا كانت لا طونسيون انترفاس 230 فولت، ويدار ان كوبلاج ايطوال الا كانت لا طونسيون انترفاس 400 فولت. دونك هنا كوسينيس في ديالو هي 0.735، لا فيتاس دو روتاسيون دو روتور اللي هي 1439، ولا بويسونس اوتيل دي موتور سي 3 كيلو وات. دونك هنا لا طونسيون تريفازي
لو ريزو، لو ريزو خدام افيك اون طونسيون انترفاس ديال 400. وهنا واحد المساله كنقدروا نقولوا، يعني نقدروا نقولوا عباره اخرى، ان ريزو 230 400. عندنا جوج خيارات، اما نقول لك ريزو تريفازي 400 يعني طونسيون وحده، يعني هذه راه مكتوب يعني سي لا طونسيون ما بين فاز و فاز، سي لا طونسيون كومبوزي. ولا عطيتك انا دو طونسيون مكتوبين، هذه سي لا طونسيون اونتر فاز اي نوتر، وهذه هي لا طونسيون اونتر فاز اي فاز. دوك اللي كنخدموا بها حنا هي هاد لا طونسيون اونتر فاز اي فاز، هي الكبيره هي اللي تعطاتكم هنا. اذا هنا كنشوف لا طونسيون اونتر فاز في كاينه عندنا هنايا، دوك عندنا هي هادي هي الكبيره. دوك هنا لو كوبلاج اللي تيصلح سي لو كوبلاج ايطوال، لان اول كاسيون غيطلبو هنا بريسيزي لو كوبلاج دي موتور اون جيستيفيون فوت ريبونس، لان دائما واحد المساله لا طونسيون سيبورتي بار ان بوبين هي لا بلي بوتيت طونسيون انسكريت سور لا بلاك سينيتيك، دوك هادي لا طونسيون نومينال دون بوبين، ميمكنش نديروها اونتر دو فاز. دو فاز عندنا 400 فولت تستحمل فقط 230، دونك تحرق، لهذا خاصنا نديرو كوبلاج ايطوال باش ديك لا طونسيون غتقسم على الراسين دو 3، دونك 400 فولت ديفيزي بار راسين دو 3 تولي تيغال اش ا 230 فولت. دونك لا كيسيون نيميرو 1، كيسيون نيميرو 1 قالك لو كوبلاج كونفينابل، دونك هنا قلنا سي لو كوبلاج ايطوال، علاش جوستيفيي؟ كار لا طونسيون سيبورتي بار ان بوبين ايتيغال ا 230 فولت، لي هي لا طونسيون اونتر فاز لي غتكون عندنا لي هي 400 ديفيزي بار راسين دو 3. فوالا، دونك هذا هو لو كوبلاج لي غيصلح ليا. لا كاسيون نيميرو 2، كاسيون نيميرو 2 كالكولي لو نومبر دو بول، كالكولي لو نومبر دو بول. اذا حنا العلاقه اللي عندنا هنا واحد المساله انتبهوا معايا مزيان، هي شحال لا فيتاس عندنا؟ لا فيتاس دو روتاسيون عندنا 1439. دونك هنايا لو نومبر دو بول عندنا العلاقه اون ان اس لا فيتاس دو سينكرونيزم او بيان دو شون مانيتيك تورنو ايتيغال ا لا فريكونس سور لو نومبر دو بير دو بول فوا 60. اذا ان اس من خلال هذه العلاقه حنا عندنا ديجا لا فريكونس هي 50 هرتز، 50 هرتز، اذا 50 فوا 60 دونك هي 3000. 3000 هنا لي نومبر دو بير دو بول على حسب الحالات اللي يمكن، الا كانت هنا لي ديفيرونت كا دونك ان اس اللي غنقدروا نلقاوهم، اما الا كانت بي كتساوي 1 3000 على 1 غتكون 3000 3000، الا كانت بي كتساوي 2 دونك 3000 سيغ 2 سي 1500 اي ان سي دو سويت، الا كانت 3 تكون 1000، الا كانت 4 750. وحنا دائما كنعرفوا بان ان اس اكبر من ان ار، دونك ان اس دائما كتكون اكبر من ان ار مباشره. دونك حنا عندنا لا فيتاس دو روتاسيون سي 1439، دونك عندنا لا فيتاس حنا ان ار ها هي 1439. اذا شنو هي ان اس اللي كبر منها مباشره؟ 1439 اللي كبر منها مباشره كاين اش؟ هي 1500. اذا هنايا ان اس هي 1500، حنا بغينا نخرجوا العدد ديال لي بول سو كي امبليكو لا لو نومبر دو بير دو بول اللي هي لا فريكونس على ان اس فوا 60. دونك 50 سور 1500 فوا 60 اللي هي 3000 ديفيزي بار 1500، دونك عطاتنا اش؟ 2. دو كوا؟ دو بير دو بول، دو بير دو بول. وين نمشي هذا السؤال اللي طالبين منا، اللي طالبين منا هو لو نومبر دو بول. دن هنايا دونك عندنا شحال في النتيجه؟ عندنا 4 بول، دونك اون 4 بول، هذا هو الجواب. عندنا 4 بول، دو بير دو بول كي هي 4 بول. دونك هنايا لا كاسيون نيميرو 3 نشوفوا واش طالبين فيها. دونك
La question numéro 3. Ils nous ont demandé de calculer le glissement. Le glissement, c'est l'écart relatif entre la vitesse de synchronisme et la vitesse de rotation. Donc, G, le glissement G égale à NS moins NR sur NS. Donc, la vitesse de synchronisme, c'est 1500, moins la vitesse de rotation, qui est 1439, 1439, divisé par 1500. En résultat final, c'est 0,040. Donc, le glissement G, la drabna, on aura 4% en glissement. Donc, la question suivante, c'est la question numéro 4, on a avant. نعرفوا بعد اش يطلبوا منا دوك عندنا ان سي افيد باش كتسمى ان سي افيد اوتوماتيكمون كنخرجوا به لي بيرت كونستانت شنو هما لي بيرت كونستانت هما لي بيرت ميكانيك مع لي بيرت فيغ ستاتور دوك عندنا اول حاجه معطى اللي عطاونا هي لا بيسونس ابسوربي افيد بي زيرو دوك عندنا 1130 واط ولو كورون دو لين افيد سي 1.7 وهنا عطاونا لي بيرت ميكانيك لي بيرت ميكانيك سي 65 وات وقال لك اسيدي بان لي بيغ جول اي لي بيغ فيغ روتور سون نيغليز سي نورمال لان لي بيغ جول روتور كتساوي يعني داخل فيها لوكليسمون هو حنا عندنا لوكليسمون افي تكون ايتيغال زيرو دائما افي واحد المساله عقل عليها مزيان جي اش كتساوي زيرو افي علاش لان ان اس كتكون قد قد ان ار فوالا دوك لهذا ميم سي نورمال باش تكون لي بيرت جول روتور ايتيغال زيرو ولي بيرت فيغ روتور اصلا دائما اي سون نيجليجان دونك هنا عندنا لا ميزور ا شو دو لا ريزيستونس دان نورمال دي ستاتور دونك عندنا اش لا ريزيستونس دين بوبين هادي لا ريزيستونس دين بوبين هي بتيت ار لي ايتيغال 0.45 اوم دونك السؤال اللي طالبين منا هو كالكولي لي بيرت جول افيد بيرت جول ستاتور افيد دونك نخرجوا لي بيغ جول ستاتور افيد دونك لي بيغ جول ستاتور راه تتخرجوا بثلاثة طرق مختلفة قلنا لكم على حسب اش من نوع ريزيستونس الا عطاونا لا ريزيستونس اونتر دو فاز كنديروا هاد العلاقة ديال 3 دومي ار اي كاري الا عطاونا لا ريزيستونس دين فاز راه كنديروا اما 3 ار اي كاري الا كان كوبلاج ايطوال و ار اي كاري الا كان كوبلاج تريو حنا عندنا لو كوبلاج ايطوال دونك لي بيغ جول ستاتور بيغ جول ستاتور افيد est égal à 3 fois R fois le courant I0 au carré. Donc, tout le monde a 3 fois la résistance 0,45. Le courant A vide, c'est 1,7. 1,7 au carré. Donc, maintenant, les pertes du stator A vide, c'est 3,90 watts. Voilà. Donc, la question numéro 5. La question numéro 5. C'est donc dernier les pertes du stator à vide. La question numéro 5, calculer les pertes fer au niveau du stator. Les pertes fer stator. Hadou le soual, inchallah, di kharjou. Donc, adna à vide, normalement à vide. La puissance absorbée à vide, ce que c'est les pertes constantes. زائد لي بيغ جول ستاتور افيد وشنو هما لي بيرت كونستانت هما اش لي بيرت فيغ ستاتور زائد لي بيرت ميكانيك تفهم اذا زائد بيغ جول ستاتور افيد حنا اش بغينا نخرجو دابا بغينا نخرجو لي بيرت فيغ ستاتور اذا لي بيرت فيغ ستاتور اكويت ايغال ايتيغال لا بويسونس ابسوربي افيد نقصو من لي بيرت ميكانيك اللي عطونا القيمه ديالهم نقص منهم لي بيغ جول ستاتور افيد اللي يلا خرجناهم افيد دونك ابليكاسيون نيميريك لا بويسونس ابسوربي افيد سي 130 واط موان لي بيرت ميكانيك كي سون تيفاليوي ا 65 واط لي بيغ جول ستاتور افيد اللي يلا خرجتهم دابا هي 3.9 دونك عطاتنا ان لي بيغ فيغ ستاتور القيمه ديالهم هي 61.1 واط دونك هذا هو السؤال رقم 5 دونك نشوفوا السؤال رقم 6
رقم 6 دونك هنايا قبل من دونك او بوين دو فونكسيونمون نومينال دي موتور لا كيسيون نيميرو 6 ديتيرميني لي بيرت بار افي جول دونك نومينال فوالا سي بيان دونك هنا اون نومينال خاصنا نعرفوا لي كونديسيون نومينال هي اللي كتكون مكتوبه يعني الطاقه القصوى ديال الموتور دونك هنا خدامين اش بالكوبلاج ايطوال صافي لان لا طونسيون انترفاس 400 دونك لو كورو نومينال غيكون عندنا شحال سي 6.5 امبير فوالا دونك هنا مادام طالبين منا كوم كيستيون نخرجوا لي بير جول ستاتور في الظروف اللي هي نومينال دونك نفس العلاقه اللي طبقنا قبيله غنعاودو نطبقوها دونك هنا بير جول ستاتور اخرى بير جول ستاتور غير هي يعني في لي كونديسيون نومينال تيغال 3 فوا ار ايضا غير هنا سي لو كورون نومينال او كاري لي قلنا 3 فوا 0.45 ولو كورون في النومينال كتساوي شحال 6.5 امبير دونك او كاري عطاتنا 57.03 وات فوالا ندوزو لا كيستيون نيميرو 7 لا كيستيون نيميرو 7 نشوفو واش طالبين فيها دونك طالبين اش كالكولي لا بويسونس ابسوربي فوالا دونك لا بويسونس ابسوربي خاصنا نجيو هنا نشوفو لي كونديسيون شنو المعطيات اللي عندنا لان لا بويسونس ابسوربي كتخرج بمختلف الطرق على حسب المعطيات اللي عندنا دابا حنا كنشوف شنو المعطيات اللي عندنا عندي ديك العلاقه ديال راسين دو 3 فوا لا طونسيون فوا لو كورون فوا كوس في سي بيان عندي هنا كوسينوس في عندي لا طونسيون عندي لو كورون فوالا دوك انا كلشي ولا متوفر ليا نخرج العلاقه ديال لا بيسونس ابسوربي هنا واحد المساله ندوزو باش مابقاوش نرجعو لهنايا طالبين منا اش لي بيغ جول روتور في 8 ولو روندمون في 9 ولو كوبل اوتيل في لا كيسيون نيميرو 10 دونك هنايا نشوفو لا كيسيون نيميرو 7 هي لا بيسونس ابسوربي فوالا دونك لا بيسونس ابسوربي قلنا هي الراسين دو 3 فوا لا طونسيون انترفاز فوا لو كورون دو لين فوا لو فاكتور دو بيسونس كوسينوس في ندير تطبيق عددي راسين دو 3 لا طونسيون عندي سي 400 لو كورون دو لين قلنا سي 6.5 وكوسينوس في اللي عطاونا اللي كاين في لي دوني 0.735 دونك عطاتنا سي 3309.94 دونك هادي ستين بويسونس ابسوربي اسونسيبلومون ايغال ا 3310 دونك نبقى خدام انا بها فوالا دونك هنايا غادي نشوفو لا كيستيون من بعدها لا كيستيون نيميرو 8 كانوا قالوا لينا اش نخرجوا لي بيغ جول روتور لي بيغ جول روتور اكويت ايغال دونك لي بيغ جول روتور العلاقه ديالهم بيغ جول روتور هي لو غليسمون مضروبه في لا بويسونس ترانسميز وكنعرفوا لا بويسونس ترانسميز اش كتساوي من خلال بيلون دو بويسونس هي لا بويسونس ابسوربي نقصوا منها جوج لي بير اللي هما شنو هما لي بيغ جول ستاتور هي اللي خرجناهم ولي بيغ فيغ ستاتور اللي هما يلا خرجناهم دونك الا درنا التطبيق العددي قلنا 3310 نقصوا من بيغ جول ستاتور اللي خرجتهم سي 5703 دونك لي بيغ جول ستاتور 5703 فوالا 57.03 بين قوسين 57.03 بليس لي بيغ فيغ ستاتور اللي لقينا فيهم 61.1 صد القوس دونك لا بويسونس ترانسميز لقيناها بويسونس ترانسميز اما كتب ليها بحال هكا ولا ندير بويسونس ترانسميز على حسب اش قريتو في القسم ماشي مشكل دونك هنا عطاتنا اش 3191.87 ومن نساوش الوحدات دائما الوحدات دونك هنا لو غليسمون عطاو لينا سي 0.04 لا بويسونس ترانسميز هي اللي خرجتها دابا سي 3191.87 دونك عطاتنا لي بيغ جول روتور القيمة ديالهم سي 127.67 فوالا لا كيسيون نيميرو 9 طلبوا لينا لو روندمون هنا واحد المسألة لو روندمون
دونك لو روندمون العلاقه ديالو اش كتساوي بويسونس اوتيل على البويسونس ابسوربي. دونك هنا البويسونس اوتيل راه من خلال البيلون دو بويسونس، انت تتبع معايا البيلون دو بويسونس، قلنا كتكون عندنا على بويسونس ابسوربي، كتكون عندي هنايا لا بويسونس ترانسميس، كتكون عندي لا بويسونس الكترومغنيتيك، وعاد عندي لا بويسونس اوتيل، وعاد تيكونوا دي بيرت. هنا واحد المساله، دونك لي بيرت لي تضيع. دونك شنو هما لي بيرت لي عندنا هنا من البويسونس ابسوربي باش دوز تو لي بويسونس ترانسميز؟ تضيعو من اش لي بيرت زول ستاتور، لي بيرت فيغ ستاتور تو لي بويسونس ترانسميز، تضيعو لي بيرت زول روتور تو لي بويسونس الكترومغنيتيك، تضيعو اش لي بيرت ميكانيك تو لي بويسونس اوتيل. حنا دابا تخصنا بويسونس اوتيل، نقدر نمشي بهاد المسألة. عندي هاد البويسونس ترانسميز اللي خرجت دابا 3191.87، متفقين؟ نقص منها لي بيرت زول روتور اللي يلاه خرجتهم دابا هذا، ونقص منهم لي بيرت ميكانيك اللي راه قالوا لينا قبيله في المعطيات. دوك المعطيات راه ممكن هنايا نرجع لكم المعطيات، المعطيات راه معاها هما سي 65 لي بيرت ميكانيك 65. دوك هنايا اش غتخرج ليا؟ غتخرج ليا تقريبا شي 2999 فاصلة شي حاجة، ويني ديجا لا بويسونس اوتيل معطيانا هنا. هاهي البويسونس اوتيل ديجا معطيانا، بويسونس لينا خدام في لي كونديسيون نومينال 3 كيلو وات. إذا هنايا إلا درت بديك الطريقة اللي قلت لكم، فوالا إلا درت هاد القضية راه قلت لكم هنا خرجت لي اش 2999.97 بهاد المسألة. هاد الترانسميز اللي مكتوبة هنا نقص منها بيغ جو لو روتور اللي يلاه خرجتها هنا، ولي بيغ ميكانيك اللي عطيتكم لا فالور ديالها خرج، ويني اش ني هادي سي نورمالمون سي 3. اذا دوك بلا باش ما نبقى نتكرفس، سي 3 ميل 3 كيلو وات، يعني سي 3 فوا 10 بليس 3 اللي هي 3 ميل. لا بيسونس ابسوربي قلنا سي 3310، دوك عطاتني كوم روندمون سي 0.9063، ضربتها في 100 دوك لو روندمون عطاتنا سي 90.63 كوم روندمون. لو روندمون بحالو بحال لو فاكتور دو بيسونس، راه ما عندهمش الواحد. دوك هنايا لا كيسيون نيميرو 10 قالوا لنا خرجوا لو كوبل، دوك لو كوبل ايتيل عندك طريقة باش تخرجو هي لا بيسونس اوتيل ديفيزي بار لا فيتاس انغولار اوميغا ار، لي هي لا بيسونس اوتيل سيغ دو بي ان ار. وين الشرط خاص تكون ان ار اون تور بار سكوند، وين المشكلة حنا لا فيتاس دو روتور اللي كنتو وفرو عليها راها اون تور بار مينيت، لهذا تخاص نقسموها على اش؟ على 60، وهادي تخاص تكون هاديك الساعة اون تور بار مينيت. إذا هاد المسألة عطاتنا هي 60 في البويسونس اوتيل سيغ هاد 60 طلعت الفوق هنايا في دو بي ان ار. التطبيق العددي 60 بويسونس اوتيل قلنا هي 3000 على 2 فوا 3.14، لا فيتاس دو روتور قلنا 6439. دونك هنايا عطاتنا في الريزلتا ديال لو كوبل عطاتنا 19.91 الوحدة القياس ديالو هي نيوتن متر. انت مباشرة تاخد بهاد العلاقة لو كوبل اوتيل، ها العلاقة ديالو، ها الريزلتا ديالو. دونك لا كيسيون نيميرو 11 شوف واش طلبو فيها. لا كيسيون نيميرو 11 دونك كومبليتي لو شيما دو سيركو دو بويسونس، شيما دو سيركو دو بويسونس ديال الموتور الاول. دونك الموتور الاول قلنا هو ديال جو بونس ديال لا مونتي و ديال لا ديسونت. فوالا دونك هنا نقدروا نشوفوها وين ميهمش ماشي مشكل. فوالا دونك هنا ايتيود دي موتور دو ديبلاسمون دو شاريو،
دونك هذا ديال لو شاريو يعني اللي تي ديبلاسا دروات اغوش. دونك هنا عندنا راه فيه 200 روتاسيون بون نكملو لو سيركو دو بويسونس. حنا خاصنا نكون عارف لو سيركو دو بويسونس ديال جميع الانواع تاع لي ديماراج. اذا هنا باش نديرو الشيما ديالتنا عندنا دونك كيما كتشوفو 200 روتاسيون. اول حاجة هي لي تروا فاز ديالنا عندنا ال1 ال2 ال3. دونك لو سيكسيونور بورت فيزيب دو تمشي لي كونتاكتور دو لين. دونك سيكسيونور ستان اورغان ديزولاسيون و مادام في فيزيبلات ولا دو بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي. وهنا الكونتاكتور ستان اورغان دو كوموند لي تيدوز الضو ولا يحبس الضو على الموتور. دونك ستان اورغان دو كوموند ا ديستونس. عاد عندنا لو رولي تيرميك ستان اورغان دو بروتيكسيون دي موتور كونتر لي سورشارج. دونك هنايا هذا لو سونس رقم واحد. هذا سي لو سونس نيميرو 1. وكنعرفوا باش نقلبوا لو سونس دو روتاسيون اش خاصنا نديرو؟ نقلبوا فقط دو فاز وواحد لا فاز نيميرو 3 خاصها ما تغيرش. دونك عندك جميع اختيار، عندك ثلاثه الحلول. اما ما تقلبش الفاز الاول، واما ما تقلبش الفاز الثاني، واما ما تقلبش الفاز الثالث اللي يعجبك. دونك انا غادي ناخذكم اكزامبل. دونك غادي نجيب لي 3 فاز ديالنا بعدا. دونك الفاز الاول دونك حطيته في الاول، الثاني حطيته في الثاني، والثالث حطيته في الثالث. هنا في عارف غيولي عنده لو شوا. مثلا اختاريت مثلا الفاز الثالث واللي ما يتغير. شوف معايا لي نفر تاع جميع الحلول صحيحه. دونك خرج من الفاز الثالث وغادي نرجع للثالث. متفقين؟ غادي نرجع للثالث. شتي خرجت من الثالث ورجعت للثالث. هذا مين خرجت من الاول وغادي نجي للثاني، وهذا خرج من الوسط خاص يولي راجع للاول. دونك هنايا اللي وقعت شونجمون بينات اش الفاز الاول والثانيه اللي وقعت فيهم لانفيرسيون. اما الثالث فقط هي جميع الحلول ممكنه، لهذا ماشي مشكل. دونك هنا عندنا لو فيروياج ميكانيك، ونقدروا نزيدوا فيرويج الكتريك باش ما يتسدوش بجوج في مره واحده، لان تسدو بجوج في مره واحده غيطرى لنا ان كور سيركوي. فوالا دونك هادي سي لو سيما اللي طالبين منا. دونك لا كيستيون نيميرو 2 نشوفوا اش صبغه. لا كيستيون نيميرو 2 ايدونتيفي لو تيب دو ديماراج اتيليزي اي دوني ان دو سي انكونفينيون. يعني قالك غير انكونفينيون واحد فقط، ورا عنده مثلا ما تيكون عنده كاع اللي بغا يكون دي لي زانكونفينيون تقول ع واحد بارك. والسؤال رقم 13 هو سيتي 3. هنا طالبين منا اش 3 زوتر تيب دو ديماراج دو موتور اسيكلون تريفازي. اذا ندوزو لي هاد لي كيستيون. دونك لي زانكونفينيون ديال هاد ديماراج دونك هو كله ايجابيات، لدرجة بان يعني هاد النوع تاع الديماراج هو المستعمل بكثرة في لاندستري. وانما لي زانكونفينيون اللي عنده جوست لي زانكونفينيون فقط. شنو هما؟ هو اهمهم هو لو كورون دو ديماراج الفي كورون. دونك كورون دو ديماراج امبورطون. هذا هو الانكونفينيون الكبير كاع امبورطون. علاش؟ لان لو كورون دو ديماراج تيكون تقريبا يساوي من 4 ا وي فوا لو كورون نومينال. الانكونفينيون الثاني هما طالبين على واحد دونك ستان ديماراج بروتال. ديماراج بروتال. دونك لا كيسيون نيميرو 13 طلبوا منا انواع اخرى ديال لي ديماراج. دونك نعرفوا اش شنو. نقول لكم هنايا كاين ديماراج ايطوال تريونغل. ديماراج ايطوال تريونغل كاين ديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس ستاتوريك. كاين ديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك. كاين ديماراج بار اوتو ترانسفورماتور اوتو ترانسفورماتور. وكاين ديماراج الكترونيك. ديماراج
ديماراج الكترونيك، الكترونيك اللي تستعمل في البروسيدي ديالو ان غراداتور، هذا سي لالتيفار لالتي ستار بليتو، التي ستار. دونك هادو كلهم انواع تاع لي ديماراج. نتا قال لك قول على ثلاثه، دونك انا عطيناكم دابا هما خمسه، نتا تكتب فيهم فقط ثلاثه. دونك لا كاسيون نيميرو 14، دونك نشوف واش طالبين فيها. دونك لا كاسيون نيميرو 14، نو سوم تاموني ا رامبلاسي لو موتور ام 1. لو موتور ام 1 قالك خسر سويت ا اون بان qui le met hors service et vu que ce modèle n'est plus utilisé, n'est plus disponible sur le marché, le magazine nous propose 5 autres modèles dont les caractéristiques sont données par le tableau suivant. Les conditions le moteur qui a la puissance de kilowatts, puissance utile. Regarde la plaque cinétique. La plaque cinétique qui a 3 kilowatts. La tension interface pour que d'amine هي 400 فولت، نبحث عليهم هنا فين راهم. دونك فين 3 كيلو وات، كاينه هادي وكاينه هادي، وينما اين وحده اللي غناخد، هادي خدامه ب 230 وين هادي خدامه ب 400 فولت. دونك هذا هو ريفيرونس اللي غنخدمو به. دونك ام اكس 4 ريفيرونس ديال الموتور سي ام اكس 4. دونك هنايا ام اكس 4 فوالا شليت البومنا. MX4. Donc la question numéro 15. La question numéro 15. Donc voilà, donc la question de Bédoguer des données. La question numéro 14, choisir le référence du moteur pour remplacer. Donc il y a la partie Rakumjouj, étude du moteur de levage. Donc M2 pour faire varier la vitesse du moteur à la montée et à la descente de la charge. Nous sommes amenés à choisir un variateur de vitesse. On rappelle en page numéro 13 le schéma fonctionnel simplifié d'un variateur de vitesse. Attendez, le schéma fonctionnel simplifié d'un variateur de vitesse d'un automobile. Donc, on a la question numéro 15. Préciser les noms et les fonctions des éléments A ou B ou C. Ou les fonctions. Smia ou la fonction. Donc, ce fonds donc, à des schémas simplifiés, qui marque ce fonds c'est un convertisseur AC-DC. Donc, ADC-AC. AC-DC. C'est un convertisseur AC-DC. Donc, ADC-redressement. C'est un redresseur. Redresseur. Ou bien un convertisseur AC-DC. Donc, on peut dire convertisseur. Convertisseur AC DC, convertisseur statique. Donc, je n'ai pas de l'élément ADA, c'est un condensateur. Condensateur. Condensateur, tandis que nous avons la fonction d'ELA, on sait condensateur. Ou c'est un onduleur. Onduleur. Ah, ou là, comme vous voulez, convertisseur. Convertisseur DC-AC. DC-AC. On a dit c'est DC, on a dit c'est AC. Convertisseur DC-AC. Ou titrement onduleur. On a qu'une fois dans le redresseur, condensateur, onduleur. Donc la fonction. Donc la fonction de l'HNAIA, c'est donc transformer. Transformer. Un courant, ou la ibarakhra, tension, alternatif, alterna, puisqu'on a courant moudkar, donc alternatif, le cas de la tension, alternatif, un courant alternatif, bidirectionnel, bidirectionnel, à deux sens. Un de deux sens, l'un de deux sens, en
ان كورون او لا تونسيون كونتيني اللي عنده شحال من سونس عنده ان سونس. دونك تيكون عندنا ان كورون اللي عنده جوج اتجاهات تيولي ان كورون عنده اتجاه واحد. دونك بالنسبه للكوندونساتور لاش كتصلح سي بور لو فيلتراج فيلتراج دو لا تونسيون غودريسي دو لا تونسيون. هادو اسئله ديال الكور تونسيون غودريسي فوالا. والانديلور هي ترانسفورمي ترانسفورمي ان تونسيون كونتيني ان اون تونسيون الترناتيف تونسيون التير ناتيف افيك فريكونس فاريابل افيك فريكونس فاريابل باش يكون التحكم في لا فيتيس. دونك لا كيسيون نيميرو 16 دونك لا كيسيون نيميرو 16 شوف واش طالبين فيها. Donc la question numéro 16, d'après le tableau ci-dessous, choisir le référence de variateur de vitesse compatible avec le moteur M2. Avec le moteur M2, حنا دابا ما عطيناش شنو عندنا. Le moteur M2 شنو ما قالوا لنا؟ عقل معايا مزيان. Le moteur M2 est alimenté par un réseau de 400 volts. تبع معايا. La tension interface 400 volts. Donc غير ها ولا puissance utile ديالو 5,5 kW. أول حاجة ما نبداو بها هنا كنشوف لي طونسيون لا طونسيون دالمونطاسيون ما بين الدو فاز ما بين الفاز الاول والفاز الثاني مثلا عندنا 200 فولت 240 دونك هادي لا لان حنا عندنا قلنا سي 400 فولت 200 230 دونك هادي حتى هي لا. دونك حنا خدامين هنا 400 فولت راه كاينه في هاد البلاصه بقات لينا هنا اش غنبحث. دونك ما عطاونيش لو كورون من عطوني اش لا بويسونس اوتيل بحث على 5.5 في كاينه في هادو من هنا حتى لهنا 5.5 بويسونس اوتيل فوالا بويسونس انديكي سور لا بلاك سينياليتيك فين هي 5.5 دونك 5.5 هي دونك اش عطاتنا هي اش هاد هاد ريفيرونس وهذا دونك ATV 18 U90F فوالا. دونك هادشي اللي غنكتبو دابا هنا ريفيرونس ديالو دونك قلنا سي A T V 18 U90N4 فوالا. دونك لا كيسيون نيميرو 17 كيسيون نيميرو 17 فوالا. دونك هنا دخلنا واحد لابارتي اخرى هي ايتي دو لا كوموند دي بون رولون. دونك داك البون رولون اللي تيمشي ادروات و اغوش ويطلع ويهبط. دونك الفونكسيونمون لو بون بو فونكسيوني سولون دو مود حنا عرفناه قبيله اما المانيويل او لا سومي اوتوماتيك. في المانيويل اللي كنت شرحت لكم قبيله المود مانيويل دونك هنايا اش كنخدمو بيه بوطونه ديال الدروات لوبيراتور اكسيون البوطون بوسوار دروات او لا ام غوش او لا ام اش و ام بي يعني هوبا سي بين و الي ليميتي بار لي فان دو كورس اون دون لو كونتاكتور ك ام اش يعني بور لا مونتي بينها ك ام اش يعني بور لا مونتي فوالا و ك ام بي بور لا ديسونت و ك ام دي بور ديبلاسمون دروات و ك ام جي بور ديبلاسمون غوش. Donc la question numéro 17, est complétée alors les circuits de commande des deux moteurs M1 et M2 du mode manuel en ne représentant que les boutons poussoirs ou les fins de course ou bidon initié le verrouillage entre les contacteurs d'un même moteur. Voilà, donc c'est le cas. Donc nous allons voir maintenant les documents réponse. Voilà, donc maintenant, الكونتاكتور لي كونتاكتور ديال طلوع الهبوط متفقين مونتي و ديسونت وهذا ديال مارش دروات او مارش غوش. اول حاجه خاصنا نديرو
قلنا هي الفيروياج. دونك هنا غادي نتراسي هادشي. دونك نتراسي عاد غادي نحط المكان، ندير كل حاجه. دونك نبدا اول حاجه، نبدا بالفيروياج. نبدا بالفيروياج. دونك ندير فيروياج 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 فيروياج. دونك هنايا الفيروياج اش غادي ندير فيه؟ هنايا غادي نديرو الا كانت خدامه، يعني لا مونتي ميمكنش، الا كانت خدامه لا مونتي ميمكنش تخدم لا ديسونت، ولا كانت خدامه يعني لا ديسونت ميمكنش تخدم لا مونتي. دونك لهذا اش خاصنا نديرو؟ هذه سي يعني كتكون داك الفيروياج داك بيناتهم، ما بين التجوج كتكون. لهذا اش نكتبو هنا؟ الا كانت خدامه هني لا ديسونت ميمكنش تخدم لا مونتي. دونك نكتب هنا كي ام بي، وهنا نكتب كي ام اش. نفس الشيء هنايا دي كونتاكت فيرمي كتسمى الفيرويج الكتريك. الا كان خدام هذا تيحل هذا ويقطع الضوء على هذا، هنا كي ام دي. الا كان خدام هذا تيحل هذا تقطع الطريق على هذا، دونك هذه سي كي ام جي. فوالا. دونك هنا غادي نزيد لي بوطون بوسوار ديال لا كوموند. بوطون بوسوار، ندير الرمز ديال بوطون بوسوار. دونك هذا اسم بوطون بوسوار، و الام اش ديال لا مونتي ام اش. وهنا ديال لا ديسونت هي الام بي، جات من هوبا. وهنا ديال الدروات هي ام دي. ديال لا ديسونت يعني ديال الكوش هي ام جي. غير عاد هنا لي فان دو كورس، لي فان دو كورس هما لي تي كونترولي، ولي عاد يفوت القياس ديالو. دونك خاصنا نديرو دوك الرمز ديال لي فان دو كورس. دونك هنا الرمز ديال لي فان دو كورس راهم عاطينهم لينا هنا. دونك الرمز ديال لي فان دو كورس راهم كاينين هنايا، غير في لي دوكيمون هنا. شوفوا معايا الرموز، هاهما الرموز، شتو الرموز ديالهم كيفاش دايرين ليهم. الرمز ديال بوطون بوسوار، الرمز ديال هاد لي فان دو كورس. اذا نرجع حنا في هاد لا كيسيون، دونك وندير ونشرح لكم وحده فيهم. دونك هنايا تيتم غادي فير لا مونتي، غادي طالع تحبسو الفان دو كورس ديال النيفو هو اللي فان دو كورس هو. هنا تيتم غادي هابط فير لو با تيحبسو الفان دو كورس نيفو با. هنا تيتم غادي فير لا دروات تيحبسو الفان دو كورس دروات. هنا تيتم غادي فير لا غوش تيحبسو اش الفان دو كورس اف سي غوش. فوالا. دونك هادشي اللي كاين فيما يخص الشامل اللي طالبين منه. دونك غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 18، شوفوا اش طالبين فيها. لا كيسيون نيميرو 18، دونك هذا ستان غراف سات، نشوفوا اش طالبين فيه. دونك هنا لو سيكل اللي قال لك هنايا في المود سومي اوتوماتيك. دابا حنا درنا المود مانيويل، دابا نشوفوا المود سومي اوتوماتيك اللي خدمو لوتومات من بعد ما كنكونو درنا ان غراف سات. دونك اون مود سومي اوتوماتيك لو سيستيم ديكري ان سيكل ال. دونك ال الاول اللي هو يعني مونتي دروات، و السيكل الثاني اون ال يا غوش ديسونت. دونك لو مود سومي اوتوماتيك نو بو اتر افكتي كو سي لو كروشي اي اون بوزيسيون 1 او لا اون بوزيسيون 3. فوالا كنطلقو اما من ال 1 وكنديرو هاد لو سيكل ديال يعني كطلع وكدور على اليمين، اولا من البوزيسيون 3 وكنمشيو فير لا غوش وكنهبطو. دونك هنايا سي لو كوميتاتور اي اون بوزيسيون اوتوماتيك، راه ديجا قالك اون اوتوماتيك. سي لو شاريو اون بوزيسيون 1 اش غيطرا؟ اش غيدير؟ لاكسيون سور بوطون بوسوار
مارش اوتوماتيك اونترين لا مونتي صافي حتى تطلع حتى البوزيسيون نيميرو 2 اي لو شاريو سو ديبلاس اون سويت فير لا بوزيسيون سو ديبلاس اون سويت دو لا بوزيسيون 2 ا لا بوزيسيون 3 تمشي من 2 تمشي فير 3 دونك هذا هو لو سيكل ده تيطلع ويمشي هذا هو الا كان في بوزيسيون 1 ولا كان في البوزيسيون 3 بحاله تماما تيكون هنا البلاصه اش يدير تمشي وتهبط بحال هكا تمشي حتى البوزيسيون 2 عاد يهبط البوزيسيون ديال 1 دونك هنا اش طالبين منا فوالا هما عاطينا لو جراف سيت ديالنا دونك هنا الاوردر دو مارش الاوردر دو مارش والكروشي اون بوزيسيون 1 هنا اوردر دو مارش والكروزيسيون اون بوزيسيون 3 دابا في هاد البوزيسيون هادي اللي كاينه هنا في هاد الجهه هي اللي غيتم غادي من 3 ويدوز على 2 وغادي يهبط ل 1 وهادي العكس كان في ال 1 وغيطلع حتى ل 2 ويمشي ل 3 دونك هنا كنعرفوا لا مونتي باش كدار ولا يعني المارش دروات باش كدار عندنا هاد لي هادشي كامل اللي كاين هنايا هما اللي طارحين لينا هنا في هاد الشيما فوالا دونك هنا كيما كتشوفوا فان دو كورس هو تيحبس لينا ديال الهو هذا تيحبس لينا ديبلاسمون با هذا تيحبس لينا ديبلاسمون دروات وهذا تيحبس لينا ديبلاسمون غوش والبوطونه ديال المارش اوتوماتيك هي هادي هنا باش pour la montée عندنا ك ام اش pour la descente عندنا ك ام بي pour دروات عندنا ك ام دي و pour la descente pour la gauche عندنا ك ام جي هادشي اللي غادي نديرو لان هاد ستان غراف سات دو بوين دو في سيستم هذا ستان غراف سات دو بوين دو في سيستم حنا اللي طالبين منا في السؤال واش شنو هو هو غادي نديرو الغراف سات دو بوين دو في دو بوين دو في كوموند دونك هنايا كاستيون كومبليتي لو غراف سيت دي بوين دو في كوموند اذا نجي لي ريبونس انا كلشي عندي هنايا دونك هنا اول حاجه هو قالنا خاص يكون عندنا لا مارش اوتوماتيك نكتبهم بجوج هنايا هذوك البوطونه ديال مارش اوتو مارش اوتو هاد لو سيكل قلنا تيدير بحال هكا وهاد لو سيكل تيدير بحال هاد الشكل اذا هنا باش كنعرفوا بانه موجود نبداو بها ديال على اليسار باش موجود بانه راه هابط في هذا هو البوست قلنا الان وهذا الدو وهذا التروا قلنا التروا الدو باش كنعرفوا بانه موجود في البوست رقم واحد قلنا سي اف سي بي اف سي بي ومن بعد غادي يتم غادي يطالع قلنا باش غيطلع بواسطه ك ام اش وثاني تيطلع حتى البوست دو اللي هو الفان دو كورس هو لا يحبسو فان دو كورس هو ومن بعد خاصو ديبلاصا ادروات دابا هذا هو مشى هكا عاد من بعد غير ديبلاصا فير لا دروات باش غيدير لا دروات بي كا ام دي كا ام دي ثاني يحبسو هاد الفان دو كورس دروات فان دو كورس دروات هنايا مارش اوتوماتيك ويكون موجود بوزيسيون 3 اللي هي اش فان دو كورس دروات عاد اش غيدير غير ديبلاصا فير لا غوش باش غير ديبلاصا فير لا غوش بواسطة ك ام جي ك ام ك ام جي تيتم غادي فير لا فير لا غوش حتى توصل اش النهاية ديال لا غوش اللي هي فان دو كورس غوش ومن بعد تيتم غادي هابط بواسطة اش كونتاكتور ك ام بي اللي فيها با وغتحبسو اش الفان دو كورس با فوالا دوك هذا هو لو غراف سات دو بوين دو في كومون دونك غادي نشوفو لا كيسيون نيميرو 19 درنا لا كيسيون 18 فوالا كيسيون 18 ساليناها ندوزو لا كيسيون 19 هي واحد المسألة أخرى هي إلا كانوا عندي الوراقي قدامي وقريت لو سوجي مزيان راه غنشوف غير هاد المسألة عقلوا معايا غير هاد المسألة اش مكتوبة هنا إي واحد مضروبة في إي خمسة نبحث عليهم هنا إي واحد إي خمسة ها إي واحد شتيها اي واحد ها اي خمسة اي واحد اش فيها اي واحد فيها مارش اوتوماتيك وهادي اش فيها اي خمسة فيها اف سي بي متفقين ونشوفو هنا اش درنا هنا
دوك هادو لي كيستيون، ها الدوكيمون دو ريبونس عندي. فوالا اش فيها؟ قلنا مارش اوتوماتيك و اف سي بي، هادي اللي كاين هنايا، هاي مارش اوتوماتيك و اف سي بي اي ان اي 5. نجي نشوف الاخرى، شوف هنا اش كاين هنا، اش مكتوب هنا في هاد البلاصه، مكتوبه كيو ان. اذا اش غنكتب انا هنا اش كاين في كيو ان، نبحث عليه هنا في الاوتومات كيو ان، فين هي؟ ها هي كيو ان، شفتيها؟ اش فيها؟ كي ام اش، شفتو؟ كي ام اش. نشوف انا اش درت ليها هنايا، دوك مساله راه سي سامبل، ما فيهاش حاجه كتبغيها بنادم يخدم بالعقل ديالو. دوك هنا كي ام اش، جوج طرق مختلفة باش ندير هاد الجراف سيت بوان دو في كومون. دوك نشوفو دابا لا كيستيون 19، قال لك اسيدي اون دون سي دو سو لو جراف سيت بوان دو في اوتومات، هو هذا ديجا كاين فيه غير لي زونطري ولي سورتي. عندنا لي زونطري هما الاي ولي سورتي هما الكي، وعاد لي بيت انترن، البيت انترن كنخدمو بالام. دابا انا قال لك استعن بالاكزومبل، ليكزومبل هنا بحال هكا واحد ها واحد الايطاب وها اكسيون اسوسي باش دير لها الشيما ديالها باون لادر. قالك كيفاش خاصك دير، عطاك مثلا نسيتي تيقول لك بحال دابا هادي الاكتيفاسيون ديال دو اش كتساوي، هي الام ان مضروبه صافي شتي فوا اي ان اش كتساوي، كتساوي الام دو صافي. ها هي ام ان فوا اي ان اش كتساوي سيت ديال ام دو. دابا هادي سي سيت، ها راني ندير ريزيت، ريزيت نديرها بالزرق. دوك ريزيت امتى؟ فاش كتاكتيفا ليطاب رقم ثلاثة صافي. اش كدير هنايا؟ كديزاكتيفي ليا دوك هنا ريزيت، اش كتساوي ريزيت؟ هذا ريزيت كتساوي ام 3، هاي ريزيت كتساوي ام 3. وهنا في الايطاب رقم جوج اش كتكون عندي لا سورتي كيو ان، كيو ان اش كتعتمد به نفس الطريقه، ودير لينا دوني لو بروغرام لا كيسيون نيميرو 19، دوني لو بروغرام لادر ديال لي زيتاب الان و دو تروا. دونك بغاو هما فقط الان و دو تروا، اي لي زاكسيون qui leur sont associés en utilisant la démarche de la traduction du GraphSet en ladder expliqué à tariq li wrinak daba ou la une démarche valide ou la chi haja okhra li ghir khass tkon sahiha. Voilà, donc on a dit نشوفو اش غادي نديرو. انا غادي قبل من هاد المساله خاص نحددو اين وحدين اللي غنخدمو بهم ونديرو لهم الشيما ديالهم. Voilà, donc طالبين منا، طالبين منا دوك نمسح هادي، طالبين منا ليطاب رقم واحد، هيا ندير عليها علامة، طالبين ليطاب واحد، وطالبين ليطاب جوج ندير عليها علامة، وطالبين ليطاب ثلاثة ندير عليها علامة، وطالبين اش هاد كيو ان و كيو سينك. دوك هنا المسألة اكويت ايكال ام ام ان، هنا واحد المسألة ام ان فيها اش؟ فيها سيت و ريزيت، سيت ريزيت اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون. هنا واحد المسألة كيما كتشوفو لاكتيفاسيون مي جاي سو سان، في كاين جاي من التحت من جوج طرقان، هادي ستين ديفيرجونس، هادي ستين ديفيرجونسية، هادي ديفيرجونس او او صافي، وهادي ستين كونفيرجونس او او، هادي ستين كونفيرجونس او او. اذا دابا اما من الايطاب 3 وتحققت الشرط، او بيان من الايطاب 5 وتحققت الشرط. اذا لاكتيفاسيون اكويت ايغال عندنا جوج، هادي او بيان هادي، درت واحد الزائد. دوك اش غنكتب هنايا؟ سي ام 3، هاهي ام 3 فوا اي 7، ام 3 فوا اي 7، ام 3 اي 7، او بيان ام 5 اي 5، ام 5 فوا اي 5. و بوسكو هادي فيها جوج مربعات نورمالمون راه خاصنا نزيدوها، انا ندير لكم باللون الازرق، زائد انيسياليزاسيون، زائد انيسيال كدار فقط لهاد الايطاب انيسيال، الايطاب انيسيال كتزادها انيسياليزاسيون.
شكون اللي ديزاكتيفي ليا ليطاب رقم واحد؟ اش قلنا سين الي اون او اما تاكتيفي ليطاب جوج او بيان ليطاب رقم ربعة. اذا هنايا اش غنكتب سي ام 2 او بيان ليطاب ربعة ام 4. زيد هنا بالنسبه لهاد ليطاب رقم جوج دونك هذه الام 2 ديالها ام 2 فيها سيت وفيها ريزيت. لاكتيفاسيون ديال ليطاب جوج اش كتجي من ام 1 ها هي فوا هاد الشرط اللي كاين هنا. الشرط اش مكتوب هنا اي 1 اي 5 دونك اي 1 فوا اي 5 والريزيت شكون اللي ديزاكتيفي ليطاب جوج هي ليطاب 3 فاش تاكتيفا دونك ايتيغال ام 3. نفس الشيء بالنسبه لهذه دونك ليطاب رقم 3 ام 3 حتى هي عندها سيت وعندها ريزيت دونك سيت ديالها ايتيغال اش ام 3 باش تاكتيفا 3 خاص تكون ديجا 2 اكتيف وتحقق الشرط دونك سي ام 2 فوا اي 3 ام 2 فوا اي 3 وباش غديزاكتيفا ليطاب رقم 3 من بعد ما غادي نرجعو ليطاب انيسيال دونك هنا من وراء 3 اش كتجي كتجي لواحد دونك هنا سي ام 1. اما فيما يخص لي سورتي دونك كيو 1 كتكون مع الام 2 وكيو 5 كتكون مع الام 3 وهادشي اللي دابا شرحت لكم دابا هنا. انا راه قدامي الورقه كننقل منها غنقلو هنا غادي ندير هاد المساله غير هنا واحد المساله الزائد هي البرونشمون اون باراليل يعني لا فونكسيون لوجيك او ولا فونكسيون لوجيك اي اللي هي الضرب اي اش هي البرونشمون اون سيري. اذا هنا بحال دابا هادي اون سيري مع اون سيري بحال دابا هادي هادي ام 3 مع اسبع اون سيري ولاني هاد المجموعه مع هاد المجموعه بيناتهم اش اون باراليل. واش اللي غادي ندير دابا هنا دونك هنا اش قلنا قلنا سي ام 3 هلا دونك هنا غادي نزيدها في هاد البلاصه الانيسياليزاسيون راه ما بحال ما طالبيناش اللي ما دايرينش لها بوطون ديالها وانما غادي نزيدها انا خليتها كاع بلون مغاير دونك هنايا قلت لكم هادي سي انيسياليزاسيون ديال ليطاب الاول دونك بالنسبه لهادي اكويتي غا سي ام 3 فوا اي 7 هنايا قلنا سي ام 5 داكشي اللي كتبت قبيله دابا كندير نحولو الى شيما ام 5 فوا اي 5 الريزيت ديال هذا ليطاب رقم واحد اش كتجي موراها اما ليطاب زوج واما ليطاب اربعه دونك هنايا غتكون اش ايطاب جوج او بيان ايطاب اربعة. عندي المسطرة والقلم تراسي داكشي على حق وطريق دونك هنا قلنا سي ام دو او بيان ام كاتر دونك شوفو ليطاب رقم جوج ليطاب رقم جوج قلنا سي ام ان تكون ليطاب رقم واحد اكتيف ونكون عندنا الاوتوماتيك وكنوركو على الاي 5 دونك هنا عندنا سي ام 1 فوا اي 1 فوا اي 5 وهنا ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب رقم جوج كتجي اش من خلال ليطاب رقم 3 دونك سي ام 3 بقات لنا ليطاب رقم 3 ليطاب رقم 3 خاصها تكون ليطاب رقم 2 اكتيف ويتحقق الشرط اللي عندنا. اذا هنا خاص تكون سي ام 2 فوا اي 3 ليطاب 2 اكتيف وعندنا تحقق الشرط اي 3 لونطري اي 3 تكون الفا ليطا لوجيك 1 وهنا اللي غيديزاكتيف هي ليطاب رقم 3 قلنا هي ليطاب رقم 1 فاش يتعاود السيكل دونك سي ام ام دونك هنا بالنسبه لي سورتي لي سورتي اللي قلنا الكا ام اش والكا ام دي دونك كيو ان خاصه ب
الكي ان خاصه بالكي ام اش دونك لهذا سي كتكون في ليطاب رقم 2 سي الام 2 صافي والكي ام دي اللي هي الكي 5 كتكون في ليطاب رقم 3 اللي هي الام 3 دونك نقرب هذه حدا دونك انا دابا درت لونغاج لادير ديالي هنا واحد المساله قال لك هنايا يمكن لكم دير اوتر ديمارش راك تي عارفه انا نعطيكم مثلا غير ديمارش ناخذ ليكزامبل غير لي طاب رقم 3 نعطيها لكم بالنسبه للناس اللي خدامين بي اوتر ديمارش بحال مثلا ناخذ لكم هاد لابارتي ديال الجراف سيت تابعوا معايا ناخذوا غير هاد لي طاب رقم 3 هادي طاب رقم 3 نشوف واش كانت كتساوي الجراف سيت عندي داير بحال هكا هنا كانت عندي لي طاب رقم 2 ونهار 3 قلنا مشات لي طاب رقم 1 مشات هاد لي طاب رقم 1 اللي كاينه دونك هنايا هاد لي طاب رقم 3 كاين شي وحدين تيخرجوها بحال هكا بالمونوستاب دونك هنا اش يديرو ام 3 اش كتساوي دونك قبل ما دونك بالنسبه لام 3 دونك خاص تكون هاد لي طاب 2 دونك هادي سي 2 وهادي هنايا سي اي 3 اي 3 فوالا دونك هنا عندنا الكونديسيون داكتيفاسيون ديالها دونك عندنا خاص تكون لي طاب 2 اكتيف ها هي هي دونك سي ام 2 فوا وتحققت الشرط اي 3 هذه بحال اش بحال هي السيت ديالها هذه هي السيت صافي والمشكله ما عندهاش الميموار اش كنديروها كنزيدوها الميموار ديالها المانتين كنزيدوها الام 3 لا ميموريزاسيون سا كونتاكت دو مانتين ونسد قوس شكون اللي ديزاكتيفي لي طاب رقم 3 اللي كتجي من بعدها اللي جات من بعد شنو هي لي طاب رقم 1 دوك انا اش كنديرو في ام ان بار ولا بغينا نحولوها الى شيما اش كتولي دايره بحال هكا غادي ندير هذيك الساعه ندير ام 2 ام 2 فوا اي 3 عاد هنايا سي ام 3 من وراها فوا ام ان بار فوا ام ان بار ها هي بار هي كونتاك فيرمي دونك ام ان بار وهادي اش هي الام 3 يعني هادي شناهي الا قلنا هادي الاكتيفاسيون هي السيت هادي شناهي هي ريزيت وانما ما ننصحكمش تخدموا بهادي ما ننصحكمش تخدموا بهادي احسن طريقه باش تخدموا هي هادي اللي فيها السيت وريزيت فيها السيت وريزيت هادي كتسمى بالبي ستابل وهادي كتسمى المونو ستابل دونك المونو ستابل ما ننصحكمش تخدموا بها وخدموا بها هادي هي اللي تخدموا بها فوالا دونك ندوزو نكملو التمرين لا كيسيون نيميرو 20 انا عام من اجل الافاده راه وريتكم الاخرى وصافي ماشي ضروري تخدموها دونك سالينا لا كيسيون نيميرو 19 احنا درناها دونك دخلنا في لابارتي 4 ديال الالكترونيك دو بويسونس فارياسيون دو فيتاز دان موتور اكورون كونتيني لا فارياسيون دو لا فيتاز دان موتور اكورون كونتيني تي فونكسيون تكنيك اتيليزي بور ريبوندر ا دي بيزوان بارتيكولير دون اون انستالاسيون الكتريك اندستريال شيما هذا ستان هاشور كما كتشوفوا هذا ستان انتيريبتور الكترونيك هاشور يعني اما كتكون مسدود واما محلول هذا ستين ديود رو ليبر وعندنا لو موتور ديالنا وهذا هذا ستين بوبين دو ليساج دونك هنايا UM est la tension en bord du moteur. On suppose que D, la diode roue libre et le hacheur sont parfaits. La tension d'alimentation aura continué. Le moteur à courant continu est modulisé. Le modèle d'IALO, à l'échelle une force électromotrice E' en série avec une résistance. C'est normal, c'est le moteur à courant continu. Donc, nous sommes à l'échelle bonne ligne. E' est ce que tu as dit, R' Donc, E' est la force contre électromotrice du moteur. E' est la résistance interne de la résistance du de l'induit. دونك هنا لا او بريم اش كتعني
او بريم كتسمى لا اف سي او ام. اش كتعني اف سي او ام؟ هي فورس كونتر الكترو موتريس دي موتور. وبالنسبة لR هي لا ريزيستانس ديال لاندوي، ريزيستانس دو لاندوي دو موتور. سي بون. دوزو لا كيسيون 21. شوفوا الأسئلة. دونك درنا لا كيسيون 20. نشوفو قال لك سيدي E est une tension continue fournie par l'intermédiaire d'un convertisseur AC-DC. دونك لو كونفيرتيسور اللي كانوا عطاونا قال لك سمي كل حاجة سميتها. دونك لا كيسيون 21 شناهي؟ بروبوزي ان شيما إلكتريك دي مونتاج بيرميتون لوبتونسيون دي تونسيون كونتوني ا بارتير دان ريزو إلكتريك مونوفازي يكون فيه ترانسفورماتور وفيه ريدريسمون دوبل ألتيرنونس و لي ديود اون بون وفيه الفلتر. دونك هنا ربعة الحوايج، ترانسفورماتور و ريدريسور دوبل ألتيرنونس و لي بون اون ديود تافتين و الفلتر. دونك هنايا اللي تتبادر في الذهن ديالنا مباشرة هو المونتاج ديال بوند كريدز. دونك هذا دي الشيما ديالنا خاصنا نديرو فيها أول حاجة ترانسفورماتور، ان ترانسفورماتور ابيسور فوالا. هذا سيت ان ترانسفورماتور تي، تيدخل واحد لاطونسيون اي واحد، تيخرج واحد لاطونسيون اي جوج. دونك اي واحد كتكون اكبر من اي جوج، شوف على حسب باش غادي نديرو. هنا غنديرو اش البوندو كريدز. بوندو كريدز عندكم طرق باش ديرو، راه عندنا فوالا. دونك هنا غادي نمحي البلاصه ديال الديودات، دونك الديودات كلهم خاص يكون صادين اتجاه ديال البلوس. دونك من هنايا ومن هنايا من جهة ديال لي كاتود كومين غتولي عندنا اش؟ غتولي عندنا البلوس. من جهة ديال لي زانود كومين غتولي عندنا الموان. دونك لاليمونطاسيون فين غتجي؟ غتجي في هاد لابور هنايا وفي هاد لابور هنا. فوالا. دونك هنا دابا درت ترانسفورماتور، درت البون ريدريسور اللي فيه ديود دي ان و دي دو دي تروا و دي كاتر. دونك هدا سي بون دو كريتس. بقا ليا الفلتراج. الفلتراج كنديرو بواسطة كوندونساتور شيميك. دونك ها البليس ها الموان ها السي ديالها، و هادي هي اش؟ هي لا طونسيون اللي غادي نخدمو بيها لو موتور ديالنا اللي هي لا طونسيون او. فوالا دونك هذايا السيما اللي طلبو منا. دونك اللي غنخدمو بها الهاشور. دونك بقات لينا لا كيسيون 22، نشوف واش بغاو. لا كيسيون 22 طلبو منا كيلي كابيل طون لا ديود دي اي كيلي سون رول، و اكسبليكي لو رول دو لا بوبين ال. كيسيون 22 23 نشرحهم لكم دابا. دونك هنايا شناهي هاد دي؟ دونك واحد الفترة اش هاد المونتاج غيكون في جوج لي سيكل. السيكل الاوليني هي اش كتكون مسدودة، اش ايتيكال ان. دونك هنا اش ايتيكال ان فيرمي. دونك هنايا ديك لابوبين عاد لو موتور ديالنا غندير لكم ديك لا ام كامله بحال هكا. دونك هاد لو سيكل
ولو سيكل الثاني هي فاش غادي يكون اش لاليمونطاسيون هذا مفتوح هو اش ايكال زيرو، وينما عندنا هنايا لو موتور هكا في هاد لا ديود ديك الدوز. انا نوريكم المسار ديال لو كورو. دابا هادي الدي، الدي تيكال ان، هنايا الدي تيكال اش ايكال زيرو، لان هادي مفتوحة، يعني المسار ديال لو كورون تيكون بحال الشكل في المرة الأولى، المسار ديال تيكون ديز لو كورون في اتجاه تفهم. وهنايا المسار هنا هاد لينيرجي اون ماغازيني بار سيت بوبين دو ليساج، اش غادي دير؟ غادي ديشارجا ويدوز بحال هكا، وهنا بويسكو لو سيركوي الي اوفير دوك غادي يدوز لو كورون في اتجاه. عندنا هادو الدور ديالها. اذا هنا الدور ديال دي سين ديود غوليبر اللي كتضمن لي الاستمراريه ديال لو كورون فاش يكون لو هاسور الي توفير باش يبقى لو كورون الي كونتيني. اما ال هي لا بوبين دو ليساج كي بيرمي دو ماغازيني لينيرجي الكتريك اي دو لو ريستيتوي فاش يتفتح هاد لو سيركوي. دونك لا كيستيون 2021 غادي نجاوب عليهم دابا، نشرح لكم شفهيا. دونك هنايا نقتصر على دي شناهي سين ديود غو ليبر كنسمو بعض المرات دي ار ان. الدور ديالها بيرمي دو رياليزي لا كونتينيتي، لا كونتينيتي du courant dans le moteur fait qu'on le hasseur mftouh. Ou la question 23 elle chnaya c'est une bobine de lissage dans le H pour emmagasiner l'énergie électrique et de le restituer ou de le décharger, restituer lorsque H égale à 0 à travers D1 à la diode roue libre. Donc la question numéro 24. Sur la question 24. Donc dernier 23. Donc naya la question 24. Sachant que H joue le rôle d'un interrupteur commandé électroniquement, proposer un autre composant électronique semi-conducteur assurant la même fonctionnalité. Voilà. Donc naya ياك شناهو باش غنقدرو نعوضو هاد الشيما هاد اش ان شناهو بغا يقولك هو اش هاد اش ان شناهو اللي نقدرو نديرو في بلاصتو هنايا. استنى انتيريبتور الكترونيك، دوك انتيريبتور الكترونيك راكو تعرفو انتيريبتور الكترونيك، اي انتيريبتور الكترونيك كنتحكمو في الفيرميتور ديالو الاوفيرتور ديالو. بحال اش غنقدرو نستعملو اش ان ترانزيستور بيبولير أو لأن تيريستور، تيريستور ماشي أي تيريستور، تيريستور بالضبط خاص يكون جي تي أو، أكوموند أوفيرتور خاص يكون لا كوموند ديال الأوفيرتور ديالو، أو لا لي ترانزيستور موفسيت، يعني ترانزيستور موسفيت، أو لا الإي جي بي تي، إي جي بي تي، المهم هادو كلهم وين إلا درتي غير ترانزيستور بيبولير راه مزيان، هو لي نخدمو بيه دابا بزاف. دونك لا كيسيون نيميرو 25، كيسيون نيميرو 25. دونك عندنا اون سيبوز كو لو هاشور اش ايتيغال كون اون سيبوز كو لا فريكونس ديال هاشور عندنا 500 هرتز عند تيتسد ويتحل، هاد لا بيريود راه مسدود فيها ولا بيريود راه محلول فيها، تبقى يعني هاد لا بيريود اش ايتيغال ان وهاد لا بيريود هادي
Donc H est égal à 0. Et que la forme de la tension UM au bord du moteur est la suivante. Donc on a 20% de la période que tu as H msdouda, on a 80% de la période que tu as msdouda. Donc la question, il y a calculé la période, bon, la fréquence H que tu as, oui, puis donner l'expression, l'expression H que tu as. Voilà, donc la question numéro 25. دوك عندنا لا بيريود تي دوك حنا الامتحان عندنا فيه 4 سوايع نخدموا في خاطرنا تيسع تاع الوقت عندنا انا غير انا نزربان باش نسليكم في وقت شويه قريب دوك عندنا 1 على 400 لا فريكونس عندنا 400 هرتز دوك عطاتنا شحال 2.5 مضروبه في 10 اس ناقص 3 سكون مضروبه 10 اس ناقص 3 وين بالسكون ليكس كتساوي 2.5 ملي سكون دونك هنا بالنسبة لاتونسيون موين لاتونسيون موين لاتونسيون او ام موين اش كتساوي نورمالمون هي لا سيرفاس دو كونديكسيون على لا بيريود حنا كنقول لا سيرفاس اش كتساوي تبع معايا مزيان دونك لا سيرفاس يعني هاد لا سيرفاس ديال الكونديكسيون هادي دونك عندنا هادي او دونك عندنا هادي او القيمه ديال او وهنا عندنا اسم زيرو هنا زيرو دو تي او لا زيرو الفا تي دونك عندنا لهاد لا سيرفاس اش كتساوي العلو ديالها هي او صافي مضروبه في هاد هاد المسافه بحال ما العلو في الطول الطول في العرض ولا شي حاجه بحال هكا دونك هنا اس زيرو فيركول دو تي مقسومة على تي ولاش درنا سامبليفينا سامبليفينا هادي مع هادي اش عطاتنا هنايا دوك سامبليفيت تي مع تي اش بقات لينا هي زيرو فيركول دو فوا او بصفة عامة على العلاقة ديال لاطونسيون موين ندير لكم بالحمر لاطونسيون موين هي نورمالمون هي الفا فوا ديال العلاقة النهائية اللي كتساوي هاد في هاد الحالة اللي عندنا حنا دابا وين بصفة عامة هادي العلاقة دونك لا كيسيون نيميرو 26 دونك لا كيسيون 26 اون غوبريزونت الفا هي دوري ديال كونديكسيون على لا بيريود المدة ديال هو هي الكونديكسيون كالكولي الفا سويفون لي زانديكاسيون ديال هاد لوغراف اذا هنايا هادشي اللي درت دابا بحال غنعاودو دابا دونك قلنا الفا ايتيغال اش زيرو فيركول دو فوا تي لا بيريود دو كونديكسيون هي زيرو دو تي مقسومة على تي و سامبليفي سامبليفي تي مع تي بقات لينا اش ايتيغال ا زيرو دو اذا الفا رابور سيكليك تساوي زيرو دو اذا العلاقة اللي قلنا نخدمو بها هي هادي دونك لا كيسيون نيميرو 27 من خلال هنا لا كيسيون 27 كتبان لينا وين نقراوها بعدا دونك لا كيسيون نيميرو 27 عطاونا او 48 فولت كومبليتي لو طابلو داك خرج لينا لا طونسيون موين دونك نطبق هاد العلاقه دونك هنا بالنسبه الاو قلنا ايتيغال 48 وعندنا لا طونسيون موين قلنا هي 48 فوا الفا فوا الفا الفا هنا عندنا 0.2 دوك عطاتنا في النتيجه هنا 9.6 الفولت هنا عطاتنا 0.5 فوا 48 هي 24 فولت وهنا 0.8 فوا 48 عطاتني سي 38.4 دونك هنايا لا كيسيون 28 ما قبل الأخيرة كيسيون 28 كيلي ليفي دو ألفا ما هو تأثير ألفا على الموتور كورون كونتيني وهنا خاصنا نفهمو دونك التأثير ديالها كنعرفو لا فورس إلكتروموتريس دا موتور لا فورس إلكتروموتريس اش كتساوي يد بي على أ كرون إن بوتيت إن فوا لو فلوي
دونك هنايا عندني بير دو يعني لو نومبر دو بير دو بول على نومبر دو بير دو فغا دونغولمون فوا لو نومبر دو كونديكتور اكتيف ديال لاندوي فوا لابيليتي. المهم انا اللي تهمني انا كامل هادشي كامل الا كان لو فلي كونستون هادشي كله كونستون اش غتعطيني اش يعني كاع اللي غادي تراسي لكم هادي هادي كونستونت وهادي كونستونت لي نومبر دو كونديكتور كونستون الا كان لو فلي كونستون او الموتور ا ام اون بيرمانون اش كتبقى لي العلاقه كتبقى العلاقه او بريم لا فورس الكتروموتريس دي موتور كتساوي اش كتساوي اش ك فوا لا فيتاس دو روتاسيون فوالا. دونك هنايا هاد او بريم اش كتساوي او بريم عندنا العلاقه ديال لا طونسيون في جناب الموتور هي او هي او بريم بليطو هي او بريم بليس ار اي. اذا او بريم اش كتساوي او بريم كتساوي هي لا طونسيون في جناب الموتور ناقص لا شيت دو طونسيون او بور لاندوي. اذا هنا اش كيتحكم في او بريم هي لا طونسيون. اذا هنا المساله فاش كتحكم هنايا بان لا فيتاس ان ان اكو تيغال ان تيغال 1 سور ك فوا او بريم فوالا. دونك هادي ستين كونستونت فوا او بريم يعني الا درنا الفا هاني كانت فاريابل الا كانت الفا الي فاريابل يعني مثلا الفا طلعت القيمة ديالها امبليكو اش لا طونسيون موين طلعت القيمة ديالها كذلك بأن أو بريم طلعت القيمة ديالها وسرعة الدوران طلعت القيمة ديالها وعكسها هي اش إلا ألفا نقصت في القيمة ديالها يعني لا طونسيون موين غتنقص القيمة ديالها بار سويت أو بريم غتنقص القيمة ديالها بار سويت لا فيتاس دو روتاسيون. إذا ألفا يعني اش لا فيتاس إلي أون فونكسيون يعني بحال لا فيتاس ان ايتيغال ان فونكسيون ديال الفا لا شي بغي نقول لي. دونك لا كيسيون 29 اخر وحده لا كيسيون 29. دونك هنايا نرجعو كيسيون 28 كيل لي في دو لا فاريياسيون دو ال بيرمي دو فاريي لا فيتاس دي موتور تو سامبلومون نو دانا نايت. دونك لا بارتي بي فاريياسيون دو تمبيراتور دان فور الكتريك pour une deuxième application ani istemal tani dial 10 nous étudierons le même principe pour commander un four électrique modélisé par une résistance RF. هذه المره عندنا ريزيستونس عواد موتور ون انتربتور اش هنا عندنا لو رابور سيكليك دائما اش هذه هي لا طونسيون اللي كتمشي سولون لو رابور سيكليك. دونك هذه زيرو هذه الفا تي وهذه هي لا بيريود تي. دونك هنايا عطاونا او 80 فولت la résistance 4 ohm complétez alors le tableau des valeurs de la puissance moyenne. Donc on a la puissance moyenne est ce que ça veut il y a normalement h la tension moyenne dans la relation de puissance puissance il me dire la tension fois le courant ou là que ça veut aidan la résistance fois le courant au carré ou là la tension au carré à la r on a déjà عندنا عندي لا طونسيون عندي لا ريزيستونس دونك نخدم فقط بلا طونسيون. دونك هي لا فالور ديال لا طونسيون في جناب لا طونسيون او اف موين او كاري سور لا ريزيستونس اف. اذا هنا تطبيق عددي تولي عندنا هنا اش لا ريزيستونس عندنا سي 4 اوم ها هي 4 اوم عندنا لا طونسيون او اف توجور سي الفا عندنا لا طونسيون موين او اف est égal alpha e donc alpha نخليها دونك هي alpha fois e و e عندنا شحال هنا 80 او كار العاود نكتب لا طونسيون موين او اف دونك alpha في 80 او كار. من هذه غادي نحاولوا امكن نخرجوا لا كيسيون 29. لا كيسيون 29 عطاونا لي ديفيرون فالور دو رابور سيكليك. دونك هنا بالنسبة لهادي عطاتنا 16 الواط وهادي 256 واط وهادي 1600 واط. هنا واحد المسألة راه شفتهم في الكوريجي راه غالطين
راه دايرين بان لا بويسونس موين، لا بويسونس موين دايرين هنايا لا طونسيون هي او او كاري سور لا ريزيستونس ار في الفا. نورمالمون سي الفا او كاري، لان هادي دايرين هما فقط الفا. انا ما متفقش معاهم، دونك انا ريزونمون ديالي هو هذا اللي درت لكم انا دابا. دونك اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا ودوزتوا معايا وقت شيق. الى الدرس الجاي جديد ان شاء الله، هو الكوريجي ديال راتراباج 2017. السلام عليكم ورحمة الله.